يقول أسكن في قرية لم يصلها التيار الكهربائي، وقام شخص بإحضار مولد كهرباء ويقوم بإيصال التيار مقابل 5 أضعاف ما يدفع في المدينة، وكنت أقوم بسرقة الكهرباء من أو أقوم بإيقاف العداد حتى أخفض من السعر، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، وعليك أن تعطي صاحب الكهرب، تعطيه الصرفية التي نقصتها لأنها حق له وأنت ظلمته، عليك التوبة وعليك دفع باقي الصرفية. نعم.